وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة الباطنة. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا لكتاب إرشاد أولي البصائر والألباب، نيل الفقه لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ونحن في ليلة الخميس، ليلة الخامس عشر من صفر لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 31 من الشهر الثامن لعام 23 و2000. نعم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: إيصال الطهارة إلى ما تحت الشعر كاللحية. قال: هل يجب إيصال الطهارة إلى ما تحت الشعر كاللحية ونحوها أم لا؟ نعم، سؤال واضح. هل يجب إيصال الطهارة إلى ما تحت الشعر كاللحية ونحوها أم لا؟ يعني هل إذا توضأت يكفيك تغسل ظاهر الشعر، ولا لازم توصل الماء إلى يعني أصول اللحية؟ وهل هذا في الوضوء يختلف عنه في الغسل؟ هذا السؤال. يقول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إيش معه؟ إيش مع الكلام هذا؟ أول شيء تصور الشيء، بعدين ابحث عن الحكم. مثل الطبيب، مثل الميكانيكي، مثل أول شيء يشوف إيش العطل، إيش الصوت، إيش المشكلة، بعدين يبحث عن العلاج. كذلك الفقه، تصور المسألة ثم يبحث عن حكمها. الآن المسألة: هل الشعر إذا كان واحد ملتحي، هل أو ذو لحية كثة أو خفيفة يختلفها، هل لازم يوصل الماء إلى أسفل اللحية إلى أصول الشعر ولا يكفي ظاهر اللحية؟ وهل هذا في الغسل يختلف عنه في الجنابة أم لا؟ الجواب: أما التيمم فيكفي مسح ظاهر الشعر خفيفا كان أو كثيفا في الحدث الأكبر والأصغر. تيمم ضربة على الأرض، ينفخ يستحب، يمسح الوجه واليدين يعني الكفين فقط، الظاهر ما يخلل ولا يعمل شيء، وهذا في الطهارة الصغرى والكبرى، سواء تيمم عن جنابة ونحوها يعني حدث أكبر، أو تيمم لحدث أصغر كما لو بال أو قضى حاجته. طيب، وأما الماء؟ وأما طهارة الماء فإن كان الحدث أكبر فلا بد من إيصال الماء إلى باطن الشعر كظاهره خفيفا كان أو كثيفا. إذا كان الحدث أكبر، إيش قلنا إحنا معنى الحدث الأكبر دكتور عماد؟ ما معنى الحدث الأكبر؟ ما أوجب غسلا يسمى الحدث الأكبر، كالجنابة والتقاء الختانين والحيض والنفاس، فهذا اسمه حدث أكبر يستوجب غسل كامل البدن مع المضمضة والاستنشاق. فإذا كان يقتسم من حدث أكبر لابد من إيصال الماء إلى ظاهر الشعر وباطن الشعر، يعني يعمم ويتأكد من تعميم الماء لجميع البدن مع المضمضة والاستنشاق. هذا إذا كان إيش؟ غسل ليرفع حدث أكبر. طيب، كمل. قال: فإن كان الحدث أصغر. الحدث الأصغر، ما معنى الحدث الأصغر عبد الرحمن؟ ما أوجب وضوءا، يعني حصل له ناقض من نواقض الوضوء، فهذا يرفع يسمى حدث أصغر فيرفعه بالوضوء، فما يرفع بالوضوء يسمى حدث أصغر، وما يرفع بالغسل طهارة الكبرى يسمى حدث أكبر. طيب، أما الحدث الأصغر، كلام عن الشعر الآن، فماذا؟ فيجب إيصاله إلى باطن الشعر الخفيف. إذا كان واحد عنده لحية خفيفة فهذا يتوضأ ويوصل ماذا وماذا؟ الماء إلى ظاهر الشعر وباطن الشعر اللي أصلا لحيته خفيفة. طيب، وهو الذي ترى البشرة من ورائه ويكفي. ما هو ضابط الشعر الخفيف؟ قال: الذي ترى البشرة من ورائه، يعني واحد عنده اللحية ما تبين بشرته من بسبب كث اللحية، هذا يسمى شعر ثقيل أو كثيف. وإذا كان ترى البشرة من ورائه يسمى شعر ماذا؟ خفيف. طيب، ويكفي حينئذ ويكفي ظاهر الشعر الكثيف. أما لو يحكي كثيفة فقط يغسل إيش؟ ظاهر الشعر. واضح؟ طيب،
ويسن إيصاله إلى باطنه في شعر الوجه دون شعر الرأس. لكن يستحب، يسن يعني يستحب أنه يخلل لحيته ويتأكد من وصول الماء إلى باطن شعر الرأس، لكن ليس بواجب. الواجب ماذا؟ أن يغسل ماذا؟ ظاهر الشعر. نعم. قال: كيفية تطهير الأشياء المتنجسة. عن كيفية الأشياء المتنجسة، تنجست بنجس، تنجست بنجس، وحين إذا لابد أن تعرف ما هو النجس حتى تعرف الشيء المتنجس. بول الآدمي وغائطه، هذا بالإجماع، بول الآدمي وغائطه، ودم الحيض والميتة ودم المسفوح والدم الأيش الكثيف، يعني الدم اليسير هذا معفو عنه، هذه النجسات. في أشياء مختلف فيها كالمني والراجع أنه طاهر، العرق ليس مختلف فيه طاهر، واضح؟ القيح، الصديد، فهذه أشياء طاهرة، لكن اختلف في مثلا المني طاهر ولا نجس، وهو طاهر. المذي سائل شفاف يخرج عند تذكر الشهوة، شفاف لزج في لزوجة، هذا نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر، واضح؟ طيب الودي، الودي قطرات بيضاء تخرج عقب البول لتعب أو مرض، هاي نجسة لأنها أصلا تخرج مع البول، واضح؟ الآن الشيء المتنجس الذي أصابته نجاسة مما ذكرنا، كيف نطهره؟ نعم، تفضل. قال: عن كيفية تطهير الأشياء المتنجسة وهل يجب للصلاة أم لا؟ نعم. الجواب: النجاسات ثلاثة أنواع: خفيف وثقيل ومتوسط. خفيف وثقيل ومتوسط. طبعا إزالة النجاسة كلها مطلوبة، لكن تتفاوت في طريقة إزالتها، تفاوت في طريقة إزالتها. نعم. فأما الخفيف من النجاسات فمثل بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة. هذه النجاسة الخفيفة، بول غلام، بول الغلام احترازا من بول الجارية، الصغير احترازا من بول الكبير، الذي لم يأكل الطعام احترازا من الصبي الذي يأكل الطعام، غذاه الأكثر الطعام، لشهوة، يعني أصلا يطلب الطعام ويريد أن يأكل. إذا بلغ الصبي درجة أنه يبحث عن الطعام ويمد يده ويطلب الطعام أعطوني، هذا يأكل لشهوة. أما لو كان أصغر من ذلك لو وضعه في فمه شيء يأكله، أو مثلا وضع يده على شيء يأكله، هذا لم يأكل لشهوة، وإنما معروف الطفل حتى يضع أصبعه أيضا في فمه، فهنا يطلب الطعام لأنه يشتهي الطعام، ولكن ما له إلا فمه الطفل، واضح؟ هذا وهو في السنتين في الرضع، ما زال في الرضاعة، فبوله نجاسة خفيفة. لماذا خفيفة؟ لأن طريقة تطهير البول الغلام الذي لم يأكل ولا يشتهي الطعام أو لا يأكل الطعام بشهوة أنه يرش عليه، فدليل أنه خفيف، أن نجاسة خفيفة، أنه يكفي في ماذا؟ النضح، الرش. نعم. قال: فهذا يكفي فيه غمره بالماء مرة واحدة قولا واحدا في المذهب كما صحت به الأحاديث. طيب، يقول: فهذا يكفي فيه غمره بالماء مرة واحدة قولا واحدا في المذهب، يعني ما في أكثر من رواية في مذهب أحمد رحمه الله، إنما قول واحد كما صحت به الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني يغسل بول الجارية ورش بول الغلام وينضح. طيب، فهذا المذهب وافق السنة بأن بول الغلام الرضيع الذي لم يشتهي الطعام لا يأكل لشهوة يكفي في تطهير بول ماذا؟ النضح. طيب لو كانت جارية وصغيرة، لا، بولها لازم يغسل كبول الكبير. لماذا؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء التمسوا الحكمة لعل ولعل، لكن لو ما وجدنا حكمة فما يسر إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. بول الغلام ماذا نفعل؟ الغلام الرضيع يرش ينضح، وبول الجارية يغسل. طيب، الحكم اللي التمسها العلماء، بعضهم قال لأن بول الجارية ينزل جملة واحدة بخلاف بول الغلام ربما ينتشر، وبعضهم قال لأن الغلام يفرع به الناس أكثر فيحملون أكثر فخففت فيه طهارة بوله، وهذا بعيد، لأن في ناس يفرح بالبنت أكثر من
من الابن حسب عاد دمه خفيف دمه ثقيل، اول بنت عنده من بعد 4-5 اولاد، ما تدري ما عنده الا هذه البنت، يعني اعتبار ان الصبي يحمل اكثر من الجاريه هذا بعيد. بعضهم قال لشيء في كثافه البول، يعني في شيء في كثافته في تكوينه في ها في حموضته مختلف بول الجاريه عن بول الغلام، فلذلك اغلظ بول وانتن بول الجاريه فيحتاج الى غسل، بينما بول الغلام يكفي فيه النضح. سواء هذه الحكمه او هذه او تلك، نحن ايش ناتمر بامر النبي صلى الله عليه وسلم. فبول الغلام الرضيع الذي لا يشتهي الطعام او لا ياكل الشهوه يكفي في تطهير ماذا؟ النضح او الرش. بينما بول الجاريه كبول الكبير لابد ان يغسل. نعم. قال وقيئه اخف حكما من بوله. قيئه اخف حكما من بوله، يعني القيء استرجاع اذا رجع الطفل فهذا حكمه اخف من بوله. اذا كان بوله خفف فيه ماذا يكفي؟ النضح او الرش. فقيه لو مسح او حتى لو لم يمسح فان القيء ان شاء الله كما لعله يذكر هذا فيما ياتي او نذكره الان انه لا دليل على نجاسته، لا دليل على نجاسته، لكن ماذا يقال مثل هذا؟ يقال مستقذر. فرق بين النجس والمستقذر، يعني الناس لو واجه الانسان على ثوبه قيء يمسحه ما يمشي ويتركه كما هو، كذلك حتى الدم اليسير ما يتركه وان كان ليس بنجس. فالمستقذر كالنخامه والقيء والصديد هذه اشياء مستقذره لكن ما تصل درجه ان تكون نجسه كالبول والغائط. نعم. قال وكذلك على الصحيح المذي فانه يكفي فيه النضح. المذي قلنا عباره عن سائل شفاف يخرج عنده تذكر الشهوه، اذا حصل انتشار ونزل هذا الماء السائل الشفاف اللزج يكفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضا. الثوب قال انضح، الذكر يغسل لكن مكان الثوب مقابل الذكر يكفي فيه ينضح، لكن قوله اغسل الامر بالغسل دليل على ماذا؟ على نجاسته، الا انه خفف فيه في طريقة التطهير. نعم. كما ثبت به الحديث. نعم. وهو الموافق لحكمة المشقة. نعم. ومثله النجاسة على أسفل الخف والحذاء ونحوه فيكفي مسحها بالأرض والتراب كما صحت به الأحاديث. أيضا ومثله النجاسة على أسفل الخف والحذاء ونحوه فيكفي مسحها بالأرض بالتراب. واحد يمشي وطع النجاسة ما في داعي يذهب ويغسل خفه أو حذاءه، وإنما يمسح فقط بالتراب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، إذا أراد أحد يدخل المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد فيهما ترابا فليمسحهما في الأرض، ما يحتاج يروح يغسل وإنما يمسح في التراب وهذا يعتبر تطهيرا له. نعم. قال وهو طيب هل إذا مسح بالتراب تذهب كل النجاسة ولا احتمال أن يبقى يسير النجاسة؟ احتمال يبقى ليس كذلك، لكن هذا الباقي اليسير معفون عنه، اليسير معفون عنه لأن الله يقول ما جاء عليكم في الدين من حرج. أما يروح يذهب ويغسله وربما أيضا خاصة الأحذية الحديثة قد يكون فيه تشققات وزخارف من أسفل ففيه صعوبة، لا يكفي يمسح في التراب رجله أو خفه أو حذاءه ويتطهر بذلك، هذا إذا كان فيه نجاسة في خفه أو في حذائه. نعم. قال وهو الموافق للحكمة الشرعية. الحكمة الشرعية ما هي؟ أن ما جاء عليكم في الدين من حرج. نعم. ومثل هذا مسح السيف الصقيل وسكين الجزار ونحوها. ولكن يعني المشروع إذا ضرب بسيفه أو ذبح بسكين يكفي النش يمسحه بخرقة ونحوه، لا يلزم أن يغسله. نعم. ولكن المشهور من المذهب في هذه الصور لا بد من غسلها. المذهب قال لا أغسل السكين سكين الجزار. نعم. وقد تقدم مما هو خفيف النجاسة الخارجة من السبيلين عليهما أنه يكفي فيها الاستجمار بالاتفاق. لو استجمر، ما معنى استجمر؟ يعني استعمل الجمار الأحجار في الاستنجاء. فالاستجمار بالحجارة لا ينقي كما ينقي الماء في الاستنجاء. الماء يمسح ماذا؟ يزيل حتى يسير النجاسة.
لكن هذه الأحجار لو تمسح بها بعد قضى حاجته تبقى آثار، الآثار هذه معفون عنها، فتسمى هذه النجاسة يسيرة معفون عنها. نعم. فكلما شق واشتدت الحاجة إليه سهل فيه الشارع. هذه قاعدة، كلما شق واشتدت الحاجة إليه سهل فيه الشارع. يعني حتى بعض المشايخ الآن يفتي يقول مثلا اللي عنده مواد غذائية بقالة عنده أصناف 200-300 صنف، ما يستطيع كل صنف يزيل الصور التي عليه، هو الآن يبيع المواد الغذائية ونحوها ولا يبيع الصور؟ المواد صح، لكن تأتي من الشركات العالمية والمحلية العلب عليها ماذا؟ عليها صور. يقول لو أخذت مثل علب الحليب اللي عليها صور الطفل مثلا، هو هذا يبيع كميات عنده وكالة مثلا، يروح يشطب على كل علبة، أصلا لو شطب على كل علبة ما يشترى وفي مشقة عليه. قال خلاص، بما أن ليس المقصود هو الصورة وأن هذا عمت به البلوى فممكن يعفى عن هذا، ليش؟ للقاعدة أن المشقة تجلب التيسير، هذا هو الأيسر، هذا هو الأيسر. ولذلك الشيخ عثيمين كان يقول ما زالت الأموال منذ القدم عليها ختم صور ملوك ونحوها، ما سمعنا أن أحد ألزم الناس أن لا تدخل بها المسجد. تبهتم؟ لأن في بعض الناس شدد قال لا، الفلوس اللي فيها صور ما تدخل فيها المسجد. طيب كيف أفعل؟ ربما وضعها في السيارة سرقت، حتى من الطرائف أن في واحد كان ما يدخل وشدد على نفسه، فماذا يفعل؟ يدفن الفلوس قبل لا يدخل، فمرة دفن الفلوس ونسى وين دفنها، وقع يدور مسكين نسى أين دفنها. هذه مشقة، تصور كل ما أدخل المسجد تعال طلع فلوس أحفر ولا، هذه فيها مشقة، المشقة تجلب التيسير. الله يقول ما جعلكم في الدين من حرج، فكل ما هو في حرج مرفوع. أنت ما تتساهل، لكن هذا الشيء عمت به البلوى، ماذا أفعل؟ ما أشتري؟ لا تكاد تجد شيء الآن ما في صور، والصور محرمة ولا شك، لكن أنا ما فعلت هذه الصور ولا طلبت، لكن هل البضائع كلها هكذا؟ فما عمت به البلوى وشق على الناس ليس أمامهم إلا يترخصوا ويكفر الله بالاستغفار والوضوء والتوبة والخطى المساجد ما يصدر منا مثل هذه الأشياء التي يعني نكره عليها. نعم. قال وكذلك النجاسة إذا كانت على الأرض فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غسل بول الأعرابي أن يصب عليه ذنوب من ماء. طيب، وكذلك النجاسة إذا كانت على الأرض، النجاسة ليست على الثوب ليست على البدن وإنما على الأرض، والأرض تراب، فماذا قال؟ فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب عين النجاسة، يعني إذا ذهبت عين النجاسة بالغسلة واحدة كافية، إذا ما ذهبت نكرر مرتين ثلاث حتى تذهب عين النجاسة. واضح؟ لو بقي لون يسير أو رائحة يسيرة أيضا هذا من المعفو عنه، لأن بعض النجاسات ربما أصابت شيء مثلا من الفرش أبيض، حتى لو غسل بالماء والصابون الشديد يبقى اصفرار مثلا، ما عاد بياض الناصع مثل أول ما الثوب اشتراه. فمثل هذا لا يقال إيش؟ أنه يجب عليه أن يرميه أو يقرضه، لا، وإنما هذا معفو عنه، اللون اليسير والرائحة اليسيرة والشيء اليسير معفو عنه. واضح؟ طيب، يقول كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غسل بول الأعرابي أن يصب عليه ذنوب من ماء. هذا أعرابي دخل المسجد ما يعرف أحكام المساجد وحديث عهد الإسلام، وأعرابي فقام وبال في طائفة المسجد، يعني في زاوية من زوايا، قام عليه الصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. هذا حديث عهد الإسلام، ولا يعرف أن المساجد لا يبال بها، كالعادة متى ما احتاج أن يبول بال في أي بأقرب من مكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، لأن لا يغير المنكر بمنكر أكبر منه. ما المنكر الأكبر منه؟ يمكن يرتد عن الإسلام، هذا منكر عظيم، خلينا نتحمل بوله ونطهره ولا أن يزجر زجرا شديدا فينفر من الإسلام. قالوا أو لأنه لو زجر وهو في أثناء بوله ربما انحصر بوله فتضرر، يعني تضرر صحيا، أو زجروه قام وهو يبول فينتثر البول أكثر. هذه احتمالات واردة، هذا وهذا وهذا، لكن الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه حتى يتم بوله، ثم أمر بذنوب من ماء، يعني سطل كبير ماء، وأريق عليه.
ثم دعاه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه المساجد بيوت الله للصلاة والذكر لا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات، علمه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ومثله ما اتصل بالأرض من الأحواض والأحجار ونحوها يكفي فيها مرة واحدة قولا واحدا في هذا كله. نعم، المتصل بالأرض من الأرض. نعم. وكذلك على الصحيح النجاسة التي في ذيل المرأة كما ثبت به الحديث. النساء كنا إلى عهد عشرات السنين القريبة الأخيرة يلبسن ثياب طويلة جدا، حتى يحدثنا كبار السن توفي من توفي منهم رحمة الله عليهم جميعا، يقول إذا كانت إذا مرت المرأة علينا أحد يضع قطرته على أنفه من أغبرتها، طلع غبار، طبعا كانت السكيك ما هي مسفلتة. فبعض أصحاب بعض الصحابيات سألنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخين ثيابهن، رخص لهن رخص لهن وتريد زيادة، حتى قال ترخيه ذراعا ولا تزدع ذلك، كل ذلك طلبا للستر. اليوم في عصر التفسخ حتى المتدين حتى المستقيم أيضا ضعف هذا الشيء كثيرا وكثيرا جدا، التساهل هذا أمر يعني شديد الخطورة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالنساء من زمن بعض الصحابة يعني إذا زنت على الرجل فإنه لا يكاد يستطيع أن يصمد أمامه. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى في تصاوير عند صحابي فأنكر عليه، فقال إيش صحابي؟ قال: غلبتنا عليه النساء. مصيبة اليوم الانفلات هذا والتفسخ وتساهل الرجال وضعف الغيرة يعني أمر ينذر بالشر. لا نيأس وإنما نتعاون على البر والتقوى ونتذاكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعود للطهارة. إذا كان المرأة تلبس ثوبا طويلا وذيله يصيب الأرض ربما مر على بعض النجاسات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الذي مرت على النجاسة أيضا تمر على بقية التراب، فهذا يطهر هذا، فهذا مما هو إيش معفو عن. نعم. قال: والمذهب لا بد من غسله وكل هذه المسائل. قال يقول رواه مالك وأحمد وابو داود والترمذي وابن ماجه أن امرأة سألت أم سلمة رضي الله عنها فقالت: إني أطيل ذيلي. شنو ذيلي يعني؟ يعني ثوبها، وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده، تمر على النجاسة ثم تمر على أرض طاهرة فهذا يطهر هذا. نعم. والمذهب لابد من غسله وكل هذه المسائل تعلل بالمشقة، بل قد تكون المشقة موجبة لعدم إيجاب غسل المتنجس. نعم، إذا كان في مشقة حتى النجس لا يجب إزالته. مثل ماذا؟ كالذي عفى الله وياكم يكون في المستشفى مدة طويلة، فهذا ما يستطيع حتى يذهب لدورة المياه، وليس بالضرورة في كل وقت يجد من يغير له، وحاضر وقت الصلاة وليس عنده أحد، وعنده كما يقال بربيش، تعرفون البربيش هذا للبول، فماذا يفعل؟ يصلي على هذه الحالة لأنه ما يستطيع إلا هذا. والله يقول ماذا؟ فاتقوا الله ما استطعتم، يقول: ما جعلكم في الدين من حراج. نعم. كقول الأصحاب رحمهم الله: ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. نعم. وكذلك الإناء الذي تخمر فيه العصير ثم تخلل لا يجب غسله. الإناء الذي تخمر فيه العصير ثم تخلل يعني مر بمراحل، هو عصير مع طول مدة صار خمرا من غير تدخل رجعنا له ولا تحول إلى خل، هذا حلال وطاهر، لكن يتحول بنفسه، ما نحن نضع خمور ننتظرها تصير خل، لكن لو تخمر لو صار خلا بعد أن كان خمرا فإن هذا يكون طاهرا ولا يجب غسل هذا الإناء. نعم. وكذلك الحفيرة التي فيها ماء نجس إذا طهر، وكل هذا قول. الحفيرة أو الحفيرة حفرة صغيرة فيها ماء، لكن بعد ذلك جف هذا الماء فتكون طاهرة بذلك. نعم. وكل هذا قول واحد في المذهب. وكذلك على الصحيح لا يجب غسل ما أصابه فم كلب الصيد من الصيد لعدم أمر الشارع بغسل محل ذلك. سيأتينا إن شاء الله أن من النجاسات الثقيلة لعاب الكلب،
لكن متى؟ إذا ولغ في الإناء، يعني إذا شرب، لأن في رواية إذا ولغ، في رواية إذا شرب، فشرب تفسر رواية ولغ. لكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكلب إذا صاد أرنب ولا أي صيد أنه يجب أن تغسل إيش رغبة الحيوان هذا المصيد. فهذا مع أنه فيه عضة الكلب وفيه لعابه، لكن هذا معفو عنه، وإنما أمر فقط ماذا؟ إذا ولغ، إذا شرب في الإناء، أن يغسل هذا الإناء سبعا وعفره الثامنة بالتراب. فالصيد كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشد إلى ذلك عليه الصلاة والسلام، وعلم كيف يصيد، كيف يرسله ويذكر اسم الله عليه. وما كان ربك نسيا، ما قال الله ولا رسوله ماذا؟ أنه يغسل الصيد عندما يصيده الكلب. نعم. قال: والمذهب لا بد من غسله وهو ضعيف. هذا قول ضعيف، أنه يجب غسله. الكلاب كانت تصيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام من صاد بكلبه أن يغسل إيش الصيد. نعم. وكذلك النجاسة والجنابة في داخل العين لا يجب غسلها. نعم. وكذلك النجاسة والجنابة في داخل العين لا يجب غسلها. العين يعني الشيء، عينه مش العين الباصرة. إذا كان في شيء من الداخل لا يجب أن يغسل، لا يجب أن يغسل أصلا. سبحان الله، إنسان هو ماشي في جوفه نجاسة، صح؟ وهذا من ضعفه. هذا الناس اللي تلبس وتتبخر وتتعطر يمشي النجاسة في بطنه، لكن الله عز وجل سترها، فما تظهر، ما تظهر نجاستها ورائحتها وقذارتها إلا بعد خروجها. فإن وجد شيء هكذا من الداخل نجس ومن الظاهر طاهر، فما يلزمه أنه إيش يعني يخرج ما من الداخل حتى يطهره. نعم. وكل هذه يحكم لها بالطهارة مع وجود سبب التنجس للحكمة المذكورة. ما الحكمة المذكورة؟ تيسير. المشقة، المشقة تجلب التيسير. نعم. وأما الاضطرار على بقاء النجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة وصحة الصلاة مع ذلك، فتلك مسألة أخرى ترجع إلى أصل صحة العبادة مع فقد شرطها المعجوز عنه كما يأتي. أحيانا يكون مضطر أن تبقى النجاسة على بدنه أو ثوبه أو البقعة اللي تصلي فيها، كما ذكرت لكم، كما لو كان إنسان منوم في المستشفى والنجاسة على ثوبه ولا على بدنه ولا يستطيع، وفي مشقة حتى أن يغير له أحد أو أن يطهره أحد، أو يكون مسجونا محكوم عليه بالسجن وفي مكان في نجس عند بعض الظلمة، هذا وارد أيضا، أو يكون في مكان لا يجد مكانا طاهرا، فهو حينئذ مضطر والضرورة لها أحكامها. نعم. قال: وأما الثقيل من النجاسات عرفنا إيش النجاسة الخفيفة والنجاسة، الآن ستأتي النجاسة الثقيلة. نعم. وأما الثقيل من النجاسات فنجاسة الكلب وما ألحق به من الخنزير، فإنه لا بد فيها من سبع غسلات، وأن يكون إحداها بتراب ونحوه، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في نجاسة الكلب، وألحق العلماء فيه الخنزير لأنه شر منه. من نجس في الكلب؟ هل كل بدن الكلب نجس ولا فقط لعابه؟ الذي جاء في الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، إذا شرب الكلب في الإناء فغسلوه سبعا عفروا الثامن التراب، في حديث أولاهن بالتراب، في حديث الثامنة بالتراب. فبعض العلم قال ظاهر الحديث هذا أن النجس فقط لعاب الكلب، ليس الكلب كله، فقط لعابه، يعني عرقه ليس بنجس، بدنه ليس بنجس، رأسه ذيله ليس بنجس، فقط اللعاب. بعضهم قال إذا كان اللعاب هو في رأس الكلب ورأس الشيء أشرف ما فيه، فمن باب أولى يكون نجس ماذا؟ ذيله مثلا. ها، إذا كان هذا لعابه نجس فكيف عاد بذيله، كيف ببوله؟ وبعضهم قال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفتوحا والكلاب تروح وتغدو، فلو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتتبع عيش أبوال وأوراث الكلاب حتى تطهر، ما قال ذلك عليه الصلاة والسلام. فهذا قال وجيه أن ما ليس بالكلب نجس إلا إيش؟ إلا لعابه، لأن الأمر فيه، والكلاب موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الصيد مذكور حتى في كتاب الله عز وجل. فلماذا بتذكر أن هذه كلها نجسة، وأن كل ما جلس مكان الكلب ننظف مكانه، كل ما تبول مكان نبحث أين بال ونطهره،
في هذا مشقة أيضا، واضح؟ لكن الحمد لله ما زال المسلمون يعني اعتبرا في نظر القلة منهم الذي يتخذ الكلاب في البيت، ما أدري حسب نظري، يمكن في ناس آخرين يشوفون، لكن عند الغرب شيء عجيب، لا يكاد يدخل بيت من كلب، انتبهتم؟ وربما يحبون الكلاب أكثر من أولادهم، ربما ما عندهم أولاد أصلا، يقول لك ولد بدأ وراه مشاكل لأنهم ماديون جدا حتى ما يريدون أولاد، إلى أن استحدثوا وبكل وقاحة وقبح زواج المثليين اللي هو الشواذ. لماذا؟ ترى هذا من أسبابه، إذا رجل تزوج رجل وامرأة تزوج امرأة عشان مضمون أنه ما في أولاد. طيب الإنسان من فطرته يحب يربي له طفل، خاصة المرأة، ما في مشكلة، يسمون التبني، يتبنون طفلا ويربونه. هذا طيب إيش الفرق؟ جيب طفل أحسن. لا، الطفل يرثني، هم ماديون، أما هذا ما له ورث، فقط نتسلى به ونربيه، متى ما كبر قلنا له مع السلامة. فالمهم مما استحدثوه حتى لا ينجب أولاد ولا يتحمل مسؤولية الزواج الشاذ، هذا الزواج يسمونه المثلي، واضح؟ طيب إذن هنا تربية أولئك الكلاب هذا أمره خطير علينا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تتبعوا سنة من كان قبلكم، لا تكاد تجد شيئا عند الكفار إلا وتسرب مثله عند المسلمين، من الشرك إلى أدنى مخالفة شرعية، لا يفعل أولئك شيئا إلا فعل مثل المسلمون. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تتبعوا سنة من كان قبلكم في ماذا؟ في اللبس ولا في قصة الشعر ولا في تربية الكلاب؟ لا، قاله في الشرك، لما قال ماذا؟ يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكثير من التمائم والحلف بغير الله وتعظيم الأصنام والصور، مظاهر الشرك هذه موجودة عند الكفار، إذا تتسرب عند المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعوا سنة من كان قبلكم ليس مجرد خبر، وإنما هو ماذا يا إخوان؟ تحذير، هو تحذير. وذاك بعض الناس الآن إذا خشي من العين علقوا على التعليق قال دق الخشب، شد الخشب دقه ليش؟ يعني إيش بيعمل؟ ماذا يفعل الخشب؟ يعني يصد عنك العين؟ أصلا هذا من الشرك، من الشرك أن تعتقد في شيء ها يرفع البلاء، يرفع البلاء أو يحميك من البلاء، صح؟ ويقال أن أصلا دق الخشب عند النصارى، عندهم صلبان والصليب من خشب، فإذا خشي أحدهم العين ماذا يفعل؟ يدق الخشب، ما عنده صليب دق لأي شيء خشب، يبحث عن خشب يضرب. سبحان الله العظيم، هذا من الشرك، هذا أقل شيء أنه من باب التمائم التي يظنون أنها ترفع العين أو ترفع البلاء أو أنها تصد البلاء قبل وقوعه. والحق بأن كل ذاك أمر الله عز وجل، هو الذي يحفظ العبد، يشرع لك أن تقول الأذكار وتحصن بها، أما خشب ما خشب فلا. وأنا أذكر رديت على واحد من المشاهير بالانحراف على مستوى الكويت على موضوع دق الخشب، فيحدثني أحد الأخوة يقول وجدته في مكان، يقول لما رآني يعني يستهزئ قال يلا دق الخشب، حين أنا أنصحك أقول لك هذا من الشرك بدل تحافظ على دينك، يعاند ويقول دق الخشب، كفوك أنا صحناك لكن لا تحب الناصحين، هذا من الشرك وتسرب من النصارى أصله دق الخشب، يعني ماذا؟ اضرب الصليب. والحق بأن لا يحفظك إلا من؟ إلا الله عز وجل، لا خشب ولا حديد، واضح؟ طيب إذن هذه الكلاب كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما زالت موجودة منتشرة، لها صولات وجولات وتتبول حتى في المسجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ما أمر بتتبع أبوالها وأرواثها. فإذاك بعض العلم، بعض المذاهب مثل المذهب المالكي يقول ليست بنجس، النجس فقط اللعاب كما جاء في الحديث. طيب الخنزير قال ألحق به، لأن الخنزير هو أخبث من الكلب. كيف عرفنا أنه أخبث؟ الكلب على الأقل رخص باتخاذه الصيد عند الحاجة، مثل الصيد والماشية والحراسة، بينما الخنزير أبدا لم يرخص في شيء. وفعلا الخنزير أقدر من الكلب كثير، يطلع الكلب عنده إيش؟ ابن حلال بالنسبة للخنزير. فسبحان الله ما يعيش إلا في النجاسات،
ما يعيش إلا في النجاسات، واللي يأكلون أنجس منه، فهو حيوان خبيث. ويقال أنه أيضا يسبب كثرة الأكل منه، يسبب الدياثة أيضا، لأنه أيضا ديوث، يعني من الحيوانات اللي لا تغار على إناثها. بعض الحيوانات عندها غيرة شديدة، أيضا تتفاوت حتى الطيور، لكن هذا الخنزير بالذات يقال أنه، يقال أنا ما أعرف ربيته ولا ما شفته إلا بالصورة، يقال أنه ماذا أيضا غيرته على أنثى ضعيفة أو معدومة، فتحريمه وخبثه مشهور. فإذاك هو أقبح من الكلب، فإذا كان الكلب قيل فيه ما قيل من النجاسة فهذا من باب أولى. نعم. قال: والنوع الثالث ما سوى ذلك من النجاسات على البدن أو الثوب أو الأواني ونحوها، فلا بد فيها من زوال عينها قولا واحدا. وهل يشترط مع هذا غيره؟ يعني تزيلها بأي طريقة، تمسحها، تغسلها، الأمن العين تذهب، بقي منها شيء يسير، اليسير معفوعا. نعم. وهل يشترط مع هذا غيره أم لا؟ والصحيح أن النجاسة متى زالت على أي وجه، على أي وجه كان، بأي مزيل كان، فإن المحل يطهر من غير اشتراط عدد ولا ماء، بل حتى من غير اشتراط النية. يعني لو أن شخصا ما عنده ثوب نجس نشره بالخارج حتى، وإلا جاء المطر ونزل عليه، هو مش ناوي أنه ينزل على المطر، لكن نزل المطر وحده من السماء وانغسل الثوب، هل يقال أنت ما نويت غسله فاغسله مرة أخرى؟ الجواب لا. بينما لو أنه انغمس في البحر وكان على جنابه ولم ينوي رفع الجنابة، ترتفع جنابته؟ لا، لابد ينوي رفع الجنابة. كذلك لو وضع ثوبا فأصابته الشمس فجفت النجاسة، ها، أو كما هو يمشي وقد وطأ نجاسة بن عليه، يمشي من غير لا ينوي، ولا ذهبت النجاسة مع المشي، فالنجاسة أمر معقول المعنى بخلاف الغسل والوضوء، فهذا أمر تعبدي لابد أن تأتي به، فلا بد أن تنويه. فبأي طريقة زالت النجاسة؟ حتى الآن في أجهزة حديثة على البخار ولا على الهواء، ادخل الثوب ها، وإلا إيش يسمونه كلايم، إيش ها اللي قال عبد الله، ها كلين هذا، المهم هذا يقال ما هما بخار أو شيء، فينظف الثوب خلاص حصل المقصود. المهم قصد الشارع فيه أنها النجاسة ها تزال بأي طريقة. نعم. قال: وهو ظاهر النصوص حيث أمر الشارع بإزالة النجاسة. نعم. وأزالها تارة بالماء وتارة بالمسح وتارة بالاستجمار وتارة بغير ذلك. تمام. ولم يأمر بغسل النجاسات سبعة سوى نجاسة الكلب، إلا نجاسة لعاب الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل الإناء سبعة. نعم. وكما أنه مقتضى النصوص الشرعية فإنه مناسب غاية المناسبة، لأن إزالة النجاسة من باب إزالة الأشياء المحسوسة، ولذلك قال الفقهاء إنها النجاسة من باب إزالة الأشياء المحسوسة بخلاف رفع الحدث، هو أمر حكمي، ما في شيء على يدك وأنت تتوضأ، لما تمسح رأسك في شيء على رأسك تمسحه؟ لا، وإنما الأمر حكمي ترفعه، ترفع الحدث بالوضوء وبالغسل، وليس هناك أمر حسي على يديك وعلى رأسك وعلى رجليك حتى تتوضأ منه أو حتى تزيله، واضح؟ وإذاك التيمم أنت لا تزيل شيئا، يعني التيمم حتى ما تمسح رأسك ولا يديك إلى المرفقين ولا رجليك، فقط ضربة بالأرض ومسح الوجه والكفين، ومع ذلك يرتفع الحدث. وأما النجاسات فأمر حسي محسوس مادي، ماذا تفعل به؟ تزيله. نعم. ولذلك قال الفقهاء إنها من باب التروك التي القصد إزالة ذاتها بقطع النظر عن المزيل لها، ولهذا من باب التروك. شنو التروك؟ يعني جمع تركي، ها، التروك الذي أمرنا بتركه، يقال إيش؟ ها، أمرنا بتركه، فما أمر بتركه يقال عنه تروك، واضح؟ فهذا الشيء النجاسة إيش أمرنا بها؟ أن نتجنبها، أن نتركها، وقعت علينا صدرت منا تزيلها، شفتها بطريقة ها تنحني عنها، فهم الشيء تتركه. طيب الوضوء هل من باب التروك؟ لا، الوضوء إيش؟ من باب المأمور به، من باب المأمور به، واضح؟ لذلك حتى لو نسيت أن تتوضأ وصليت يلزمك ماذا؟ ترجع تتوضأ وتصلي. لكن لو نسيت النجاسة على ثوبك
وصليت وبعد الصلاة ذكرت أن ثوبك نجس، صلاتك صحيحة، لأن إزالة النجاسة هذا أمر من التروك، بينما الوضوء من المأمورات التي يجب أن تأتي بها. لو نسيت وصليت ما عليك إثم، لو كنت متعمدا تصلي بلا وضوء حرام عليك، وربما تبلغ درجة الكفر والعياذ بالله. ولكن لو نسيت النجاسة وتذكرت أو بعد الصلاة لا يضرك شيء، صلاتك صحيحة، لكن الآن أزل النجاسة. لكن لو تذكرت بعد الصلاة أنك غير متوضأ صلاتك باطلة، تتوضأ وتصلي من باب التروك. طيب، في سنة تركية، يقول سنة تركية، أيضا في سنن تركية. شلون تركية يعني؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها، لم يفعلها في هذا الموضع. فمثلا كثير وكثير جدا من الناس إذا أراد أن يستدل بآية من القرآن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الآية، حتى بعض الخطباء بعضهم معلمين بعض إذا أراد أن يستدل بآية يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم استدل بآيات في مواضع كثيرة، قال ألم تقرأ قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الشرك لظلم عظيم؟ ما قال. قال واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعلم نفس ها فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ما قال أعوذ بالله من الشيطان. فترك الاستعاذة عند الاستدلال بالآية تركها ماذا؟ تركه هو السنة، تركه هو السنة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء ماذا يقول إذا خرج؟ ها، يقول غفرانك. هل رفع يديه وقال غفرانك؟ قول معي لا. لا، هل دخل المسجد يرفع يديه يقول بسم الله اللهم صل على محمد الله افتح لي باب رحمتك؟ لا. فهنا رفع اليدين بهذه الأذكار الأدعية المختصرة من السنة ترك هذا الشيء، فتسمى هاي تركية. فإذا قال إيش سنة تركية؟ قلنا إن جاءت سببها ومناسبتها ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل، فنتركه كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بعض الناس بعد بمناسبة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة الآية واستدلال بالآية ماذا يقول؟ يقول قال الله تعالى، شوف قال الله تعالى نقطتين، الآن سيقول قول الله صح؟ لم يقول قال، تأتي بالمقيل أو بالقول صح؟ هو يشغل كما قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الشرك لظلم عظيم، كما قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم في القصاص حياة، فجعل كلمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كأنها إيش؟ هي القول الذي قاله الله عز وجل، واضح؟ قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كيف؟ هذا خطأ، هذا أفشع من الأول. تريد تستدل بآية تستدل بها مباشرة دون أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. متى تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، جئت لتقرأ من القرآن قراءة تلاوة، هنا يشرع لك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. قال ولهذا لم يشترطوا فيها نية ولا فعل آدمي. ما الذي لا يشترط فيه نية؟ إزالة. إزالة النجاسة، ولا فعل آدمي، مثل ما قلت لو نزل المطر لو الشمس، واضح؟ نعم. فلو غسلها من غير نية أو غسلها غير عاقل أو جاءها الماء فانصب عليها طهرت. نعم. بخلاف طهارة الحدث التي هي عبادة من نيتها واشترط لها الشارع. حدث يعني ناقض من نواقض الوضوء، موجب من موجبات الغسل، هذا تتوضأ أو تغتسل لابد من نية. نعم. بخلاف طهارة الحدث التي هي عبادة لابد من نيتها واشترط لها الشارع من الترتيب والموالاة والكيفيات والنية ما يوجب أن تكون عبادة مقصودة. نعم. وهذا شرع في هذا النوع العدد والتثليث في الوضوء. نعم. وفي الغسل كله على المذهب. وعلى الصحيح لا يشرع إلا تثليث إفاضة الماء على الرأس حيث ورد فيه الحديث. يعني في الغسل ما يلزم يغسل بدنه ثلاث مرات، يحثو الماء على رأسه فقط ثلاث مرات ثم يسيل الماء على جسده مرة واحدة يكفي، واضح؟ نعم. وأما المشهور من المذهب في هذا النوع فلا بد من غسله بالماء سبع مرات قياسا على نجاسة الكلب، ولكنه قول في غاية الضعف، والقياس لا بد فيه من مساواة الأصل للفرع، وأن يحكم على الأمرين بحكم واحد. طيب،
يقول: وأما المشهور في المذهب في هذا النوع فلا بد من غسله بالماء 7 مرات، يعني ثوب أصابته مثلا بول، أو أصابه مثلا فضلة الإنسان عذرته، فيقول كان لازم تغسل 7 مرات. ليش؟ قال: لأن عذرة الإنسان أغلظ وأقبح وأشد نتنا من لعاب الكلب، فإذا كان لعاب الكلب أمرنا بغسله كم؟ 7، إذن عذرة الإنسان من باب أولى أن تغسل 7. هذا كيف استدلتم بهذا؟ دليلكم قياس على لعاب الكلب. لعاب الكلب فيه نص وأنتم تقيسون، وهناك فرق بين هذا وهذا. فذاك ايش يقول الشيخ هنا؟ يقول: أما المشهور من المذهب في هذا النوع فلا بد من غسله بالماء 7 مرات. دليلك؟ قال: قياس المذهب قياس على نجاسة الكلب، ولكنه قول في غاية الضعف. لماذا؟ قال: والقياس لا بد فيه من مساواة الأصل للفرع، وأن يحكم على الأمرين بحكم واحد. القياس له أركان، ما هما؟ أصل وفرع وعلة مشتركة بين الأصل والفرع، ثم إصدار الحكم. أصل، فرع، علة مشتركة، حكم. طيب، الأصل هو الشيء المنصوص عنه بالشرع، والفرع هو المسألة المسكوت عنها التي نبحث لحكم عنها، والعلة العلة التي أوجبت الحكم من أجلها مثلا حرم الشيء الفلاني. فإذا وجدت العلة في الفرع اللي هي موجودة في الأصل، اجتمعت العلة في الفرع والأصل، أعطينا الفرع حكم الأصل. أعرف أنكم ما فهمتم شيء، لكن بالمثال يتضح إن شاء الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه. إذا كنتم 3 في مجلس واحد في السيارة، كان واحد ما في إلا 3، فلا يتناجى اثنان بصوت منخفض يكلم أحدهم الآخر دون الثالث. لماذا؟ ولو تناجى اثنان دون الثالث، قال: فإن ذلك يحزنه، يصير في نفسه تكلمون ما تبون أسمع، الله تقصدوني، ولا أنا مكفو، ولا ظنون أنا راح أنقل كلامكم، يصير في إيش؟ يحزنه. إذن هنا المسألة الأصل راح نبني عليه الأصل، ها، النهي عن تناجي اثنين دون الثالث. العلة لماذا نهى؟ فإن ذلك يحزنه. الآن عرفنا تناجي هو الأصل، تناجي اثنين دون الثالث هو الأصل، الحكمة فإن ذلك يحزنه، الحكم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال، قال لا يتناز حرام. إذن أين الفرع؟ الفرع قال: ما رأيكم لو تراطن اثنان بصوت عالي دون الثالث؟ 3 في مجلس واحد، أخذ يتعمد الاثنان يتكلم بلغة ثانية لا يحسنها الثالث، مع قدرتهم على الكلام بلغة يفهمها 3، لكن تعمد الاثنان أن يتراطن مع وجود الثالث حتى لا يفهم كلامه. النبي صلى الله عليه وسلم هل قال لا يتراطن اثنان دون الثالث؟ قال ولا ما قال؟ لم يقل. إذن تراطن اثنين دون الثالث هذه المسألة الفرع. الأصل إيش؟ اللي جاء فيه النص نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الآخر. العلة فإن ذلك يحزنه، الحكم حرام لا يجوز. عندنا الآن أصل تناجي اثنين دون الثالث، عندنا العلة فإن ذاك يحزنه، عندنا الحكم حرام لا يجوز. طيب، تراطن اثنان دون الثالث بصوت عالي، يا أخي لا ترطن، خلينا أسمعكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان، ما قال لا يتراطن اثنان. قال لهم هذا فقيه الثالث، قال تناجيتما أو تراطنتما، أيضا ما أفهم كلامكم، رفعت صوتك لكن برطينة ما أفهم تماما، كلمة عربي وخفض صوتك. هذا هي العلة موجودة أين وأين الآن؟ في الأصل والفرع. في الأصل والفرع. ما هو الأصل اللي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تناجي، لا يتناجى اثنان. ما هي العلة أو الحكمة التي من أجلها حرم تناجي اثنين دون الثالث؟ فإن ذلك يحزنه. ما حكمه؟ حرام.
حرام لا يجوز. فأردنا أن نبحث عن حكم تراطن اثنين دون الثالث، فوجدنا أن تراطن اثنين ها دون الثالث أيضا يحزنه، أيضا قلوها بعد أيضا يحزنه. إذن أعطينا حكم تراطن اثنين دون الثالث بصوت عالي ها التحريم. أين لك التحريم؟ قال قياسا على لا يتنادى اثنين دون اثنان دون الآخر. قال لك هذا فيه نص وهذا فيه قياس، على أي أساس قسته؟ على أساس أن العلة واحدة، هذا يحزنه وهذا يحزنه، إذن نعطيه حكمه. واضح؟ إذن الآن عندنا أركان القياس كم؟ أربعة. أصل وهي المسألة المنصوصة اللي يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبين حكمها. فرع مسألة مشابهة أو غير مشابهة ننظر فيها، فرع نبحث عن حكمها، العلة التي من أجلها جاء الحكم في الأصل، الحكم لواحد الأحكام الخمسة حلال حرام جائز مكروه مستحب. طيب الآن في معاملات كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحمل في بطن الدابة حرام، ليش؟ لماذا؟ قال هذا شيء مجهول، يطلع ذكر أنثى حي ميت مريض ناقص، صح؟ مجهول. فالشيء المجهول راح يؤدي إلى نزاع بين البائع والمشتري، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحمل. إذا أتى الآن بضاعة جديدة إلكترونية حاجة أيضا مجهولة، نقول لا يجوز، هذا ما هو حمل. طيب الحمل ليش لماذا نهي عن بيع الحمل؟ لما فيه من جهالة. إذا كل شيء فيه جهالة يأخذ حكم إيش؟ النهي عن بيع ما في بطن الدابة، هذا بالقياس. نأتي الآن لمسألتنا، قالوا أن عذرة الإنسان أنتن من لعاب الكلب، إذا كان لعاب الكلب أقل نتانة إذا ولغ في الإناء وجب غسله سبعا، فما بالك عذرة الإنسان اللي هي أغلظ وأنتن لابد تغسل سبعا؟ غسلناه مرتين ثلاثة راح، قال لا كمل سبع، كما أن في لعاب الكلب سبع مرات وهذا أنتن إذن سبع مرات. يقول هذا قياس لا يصح، قياس إيش لا يصح؟ لماذا؟ عذرة الإنسان موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الطبيعة البشرية. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاب الكلب خاصة؟ لماذا ما قال بول الإنسان وعذرته؟ وموجودة الأشياء، كون النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنها والناس مبتلية بها وكل الناس يتنجسون ثيابهم وأبدانهم من أطفالهم من أنفسهم ويغسلون، ما قالوا سبعا؟ جئت الآن تقول سبعا لأن لعاب الكلب، هذا إيش؟ قياس لا يصح. فالقول بأن كل نجاسة يجب أن تغسل سبعا قياس على إيش؟ غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، فهذا قياس لا يصح. فإذاك يقول وأما المشهور من المذهب من هذا النوع فلا بد من غسله بالماء سبع مرات، إيش دليلك؟ قال قياسا على نجاسة الكلب. قال ولكنهم قولون غافي غاية الضعف، والقياس لا بد فيه من مساواة الأصل بالفرع، مثل تراجي اثنان دون الآخر، تراطن اثنان دون الآخر، هذا والله نفس الشيء صح، تراجي اثنان دون الآخر فإنه ذاك يحزنه، وتراطن اثنان دون الآخر أيضا يحزنه، واضح قسنا هذه على هذه فعلا منطبقة، فقلنا لا يجوز أن تراجي اثنان دون الآخر فإن ذاك يحزنه، إذا لا يجوز كما لو تناجى اثنان دون الآخر، فتراطن اثنين دون الآخر وتناجى اثنين دون الآخر الأمر سواء، لكن الأمر ليس بسواء. قال لابد أن يتساوى الأصل مع الفرع. ما هو الأصل؟ المسألة المذكورة في الحديث. ما هو الفرع؟ المسألة التي نبحث لها عن حكم، هل هي مشابهة للأصل؟ مجتمع العلة فيهما حتى نعطي الحكم. يقول ولكن القول في غاية الضعف، والقياس لابد من لابد فيه من مساواة الأصل والفرع، يعني تساوان في العلة، وأن يحكم على أمرين بحكم واحد. إذا العلة موجودة هنا وهنا حكمنا على هذا وهذا بحكم واحد، فالمساواة منتفية. مساواة منتفية لماذا؟ قال بعدما خص الشارع الكلب بذلك، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الحيوان الفلاني ولا الحيوان الفلاني ولا الإنسان ولا عذرة الإنسان ولا بول، ما قال شيء من هذا كله، فقط خص ماذا؟ الكلب. الكلب ما يدلك أن هذا الحكم اللي هو التسبيع
والثامنة بالتراب، خاصة بيش فقط إخوان، فقط بلعاب الكلب. نعم. قال والحكم مختلف. نعم. فعند القائلين بهذا القياس لا يجيبون التراب، وحيث تبين كيفية إزالة النجاسة باختلاف أحوالها. طيب، يقول إذا كنتم تقيسون غسل مثل الإناء أو الثوب الذي أصابه البول، بول آدمي أو عذرته، سبعا مثل لعاب الكلب، إذن بعد قولوا يلزمكم تقول إيش؟ ويترب. إيش معنى يترب؟ يعني يعفر بالتراب كما يعفر الإناء إذا ولغ فيه الكلب. أشوفكم إيش؟ أراكم أنكم تقولون يغسل سبع وليس حاجة للتتريب لاستعمال التراب. طيب أنتم قسمتموه على ماذا؟ على إناء إذا ولغ فيه الكلب. إذا لو كان قياسكم صحيح لقلتم يلزم غسل الإناء إذا أصابه بول مثلا سبع مرات ويعفر بالتراب مثل ما قياسا على نجاسة لعاب الكلب، سبع مرات ويعفر بالتراب. لكن لما لم تشترطوا التتريب دل على أن أصل قياسكم ليس بمستقيم. واضح؟ طيب كمل. قال فكل نجاسة يجب إزالتها، فإزالتها من البدن والبقعة والثوب شرط لصحة الصلاة لأمر الشارع بتطهير البدن والثياب. نعم، من شروط الصلاة إزالة النجس. إيش شروط الصلاة؟ الإسلام، قول وراي، الإسلام والعقل والتمييز، طيب، ودخول الوقت وإزالة النجس ورفع الحدث وستر العورة، إيه، واستقبال القبلة والنية، ها، تسع. طيب هذه الشروط، هذه الشروط التسعة منها إزالة النجاسة، إزالة النجس. من أين تزال؟ من ثلاث مواضع للصلاة. تزيلها من بدنك، ما يصير على ساقك ولا على يدك ولا نجاسة، وتزيلها من الثوب الذي تريد أن تصلي فيه، وتزيلها من البقعة التي تريد أن تصلي فيها. هذا معنى إيش إزالة نجاسة؟ من الثوب، من البدن والثوب والبقعة. وإزالة نجاسة شرط من شروط الصلاة التسعة. واضح؟ طيب كمل. قال وذلك لا يجب لغير الصلاة فتعين وجوبه للصلاة. نعم، وذلك لا يجب لغير الصلاة فتعين وجوبه للصلاة. يعني لو أن شخصا ما بال على ثوبه طفل، فليكن عمره مثلا 3 سنوات، مش رضيع، يجب أن يغسله، صح؟ وكان صائما، هل هذا النجاسة على الثوب تخل بالصوم؟ ما تخل بالصوم. ذهب ليخرج الزكاة، هل يشترط طهارة الثوب لإخراج الزكاة؟ لا. يقول الذي يشترط له إزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة الصلاة. واضح؟ نعم. قال وقولنا كل نجاسة يجب إزالتها احتراز من أمرين. نعم. أحدهما إذا اضطر الإنسان إلى بقائها بأن عجز عن الماء الذي يزيلها وغيره. نعم. أو كان تضره إزالتها. صح. أو يعني الآن يجب أن تزال النجاسة والرجز فاهجر، لكن أحيانا ما عنده ماء يزيلها، وفي مكان عنده ماء قليل، لو أخذ يغسل ثوبه يعطش، أو تعطش دابته، أو يعطش من برفقته، أو في مكان محبوس ما في ماء، أو أن إزالتها تضره، هي في ثوبه، وإذا نزع الثوب حتى يغسله أو غسله وهو لابسه والبرد شديد، إيش يحصل له وهو في سفر ولا في بر ولا في صحراء؟ صح، ممكن يتضرر، فهنا إزالة نجاسة راح يلحقه ضرر، فهنا بهذه الحالة لا يجب عليه. إذن يجب إزالة النجاسة إلا في حالة النيش ما يجد ماء ونحوه ليزيل به النجاسة، أو أنه بإزالة النجاسة يتضرر. طيب يلا عشان نختم. قال أو لم يجد إلا ثوبا نجسا يصلي به. ما عند إلا ثوب نجس يصلي به، يقول أزيل النجاسة، ما في إلا الثوب ولا عنده ماء ومسجون مثلا ولا في المستشفى، فيصلي به ولو كان نجسا. نعم. أو حبس ببقعة نجسة لا يستطيع الخروج منها. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فهذا مضطر والمضطر معذور اتفاقا، وعليه أن يصلي في هذه الحال ولا يعيد فيها كلها، على القول الصحيح الذي تدل عليه الأصول الشرعية. لو صلى مضطرا على النجاسة
البقعة أو في ثوبه أو في بدنه ثم زالت النجاسة وزال الظرف اللي هو فيه، ما نقول إيش أقضي الصلوات اللي صليتها، لا صلى على قد استطعت وصلاة صحيحة. نعم. وأما المشهور من المذهب فيها فإنه أيضا لا يعيد إذا حبس ببقعة نجسة، ولا إذا صلى وعلى بدنه نجاسة يعجز أو يتضرر بإزالتها، ولكن لكن يتيمم عنها إذا كانت على البدن قياسا على التيمم للحدث. وأما نجاسة الثوب والبقعة، طيب يتيمم عن النجاسة، أصل التيمم إيش هو؟ أمر حكمي يرفع الحدث ما يزيل النجس. نعم. وأما نجاسة الثوب والبقعة فلا يتيمم لهما قولا واحدا. والصحيح، والصحيح أيضا ولا نجاسة البدن، لأن القياس على الحدث غير صحيح. قياس ماذا على ماذا؟ قاس إزالة النجس على رفع الحدث. أصلا إزالة النجس ماذا؟ أمر حسي تزيله، أما الحدث فأمر معنوي يتوضأ فيرفع الحدث عن نفسه. نعم. ولو كان صحيحا لوجب أن يعم الذي على البدن والثوب والبقعة. لو كان صحيحا أن من اضطر أن يتيمم فما يتيمم فقط إذا كان نجس على بدنه، حتى لو كانت على ثوبه أو البقعة، لكن الصحيح أنه ما يلزم أن يتيمم إذا كان مضطر لهذه النجاسة سواء كانت في البقعة أو في الثوب أو في البدن. نعم. والشارع إنما شرع التيمم للأحداث فقط. للأحداث لا لا لرفع النجاسات، وإنما يرفع الحدث. نعم. وأما إذا صلى في ثوب نجس فعليه الإعادة على المذهب، وليس لهذا القول حجة أصلا. ما عنده إلا ثوب نجس وصلى، يقول المذهب بعيد. بعيد إذا ليش يصلي؟ هو صلى عشان إيش؟ تبرأ ذمته ويقضي فرضه، لا أن يعيده مرة أخرى. نعم. والصواب كما تقدم أنه يصلي ولا يعيد، فإن الله لم يوجب على أحد أن يصلي الفرض مرتين إلا إذا أخل بما يقدر عليه من واجباته الشرعية. وهذا ما أخل بشيء قادر عليه، هو مضطر أن يصلي في المكان النجس أو بالثوب النجس. نعم. الأمر الثاني احتراز من النجاسات التي يعفى عنها أو يعفى عن يسيرها كالدم والقيء ونحوهما، هذا أشياء معفو عنها. نعم. فإذا صلى مع وجودها حيث عفي عنها فإن صلاته صحيحة اتفاقا، وهذا معنى العفو عنها، والله أعلم. وإحنا نقول الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك محمد وعلى صحبه أجمعين.